السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اخيرا خلص مؤتمر ابل وعرفنا كل ميزات السوفتوير الجديد اللي بينزل حق ابل، اللي هو الاي او اس 13، السوفتويرات حق الساعه، حق اللابتوب، حق ابل تي في، حق الايباد، حق الايفون، حق كل اجهزه ابل. فاليوم نتكلم معاكم كبدايه عن السوفتوير اللي نزل حق الايفون والايباد اللي هو الاي او اس 13. كل ميزات اللي نزلت في الايفون اللي نعرفها الى الان، طبعا في ميزات كثيره ابل ما اعلنت عنها، قالت انه ما في وقت محدد او انه وقت المؤتمر قصير فما نقدر نتكلم عن كل الميزات، فبعض الميزات لازم احنا نعرفها بعدين بعد ما ننزل نسخه ونشوفها. والايباد او اس اخيرا ابل فصلت شوي، يعني نزلت ميزات موجوده في الايباد وموجوده في الايفون، فالحين الميزات اللي نتكلم عنها اللي موجوده في الايفون راح تكون هي نفسها موجوده في الايباد، لكن الميزات اللي نتكلم عنها موجوده في الايباد ما راح تكون كلها في الايفون. فالايباد راح ياخذ كل الميزات اللي في الايفون وبيزيد عليه ميزات، فالسوفتوير حق الايباد سمى ايباد او اس. لكن كبدايه ألف مره اليوم جاوبت الشيء، يقولون لك اشخاص شيل الاجهزه اللي تدعم الاي او اس 13، راح يدعم الايبود تاتش 7 جنريشن اللي تو نازل، اللي نزلت ابل قبل اسبوع، يبدا من ايفون 6 بلس و6 اس بلس. ال6 ما راح يدعم، ال5 اس ما راح يندعم، الاس اي راح يندعم، ال8 8 بلس راح يندعم، 7 بلس راح يندعم، ال10 وال10 ار راح يندعم، وال10 اس وال10 اس ماكس راح يندعم. فكذا ايفونك 6 ما راح يندعم، ايفونك 5 اس ما راح يندعم، الاجهزه اللي بعدها راح يندعم، من ال6 اس ونطالع راح يندعم. اوكي خلصنا منها. السؤال الثاني، كيف انزله في جهازي؟ ما راح اعلم اي شخص كيف ينزله في جهازه لان النظام الحين بيتا، معناته للمطورين ابل ما تسمح حق اي شخص ينزل للمطورين. ليش؟ لان النظام في مشاكل كثيره. ابل تقول لك النظام مش جاهز عشان استخدام اليومي، جهازك تحمل عاديات في جهازك ما يشتغل، تروح تفرمته عادي تنزله في جهازك ما تقدر تتكلم، ما يفتح البرنامج المكالمات، الصور ما تفتح، الكاميرا تطلع منها، البرامج حقتك كلها ما يشتغلون، شيء طبيعي. ان ليش ابل تنزله الحين؟ تنزله للمطورين، المطورين يجهزون برامجهم عليه عشان بعد ما ينزل رسمي للعامه يكون البرامج جاهزين حق السوفتوير الجديد. علشان مثلا شركه سناب شات الحين لو بنزل عندي النظام مثلا ما يشتغل سناب شات، تبدا سناب شات تحدث البرنامج حقها وتجهز عليه، بعد ما ينزل العام يكون سناب شات تكون جاهز البرنامج حقها عشان تنزله ويشتغل عندك، بما ان الحين ما يشتغل مثلا راح يشتغل بعدين. هذا اكزامبل مثال. المطورين برضو ان ابل يعني كم شخص؟ 100 شخص راح يجربون السوفت وير، ما راح يشوفون كل المشاكل، فابل تنزل المطورين، المطورين يشوفون المشاكل اللي في السوفت وير، مثلا حراره الجهاز، الابراج تخترب، برامج الرسميه حقت ابل ما تشتغل، تهريب بطاريه، يعني يشوفون مشاكل ويرسلون حق ابل وابل تعدله. تبدا ابل من الحين بعد 3 شهور كل شوي تنزل نسخة ثانية، وراح أبدأ معاكم سلسلة جديدة حق النسخ وتشوف المشاكل وأبل تقدر تعدل عليها، تنزل ميزات جديدة، تشيل ميزات كذا. فهذه الأشياء ما راح أقول لكم كيف تنزلونه لأن ما أبي أتوهق وشخص يجي لي مثلا يقول لي أوه الأيفون حقي قام يسرب بطارية، الجوال حقي ما يشتغل، أبل نظامها مو بكويس. أنت اللي سويت حق نفسك وأنت اللي جنيت، فتبي تسوي الحركة راح شوف دبر نفسك أنت كيف تطلعها ونزلها وأنت بكيفك. يعني اخترب جهازك، أبل مو مسؤولة، جهازك صار فيه شيء أبل مو مسؤولة، ما حد مسؤول عنك. إذا تبي تشوف الميزات ابدأ معايا الحين الميزات، ببدا في سلسله ثانيه طبعا بعد ما اخلص حق ابل شو اللي نزلت جديد الحين، يعني ميزات اللي نزلتها جديد ابل، بعدين ببدا معكم سلسله حق الاي او اس 13 ونشوف الميزات حقته، بنزل في جهازي وبشوف. طبعا بنزل في جهازي الرسمي بستخدمه، اذا علق علي ما اشتغل انا عادي عندي نسخه احتياطيه وعندي جوالات اقدر استخدم اي جوال واكمل معي عادي، فهذا الفرق. فخلونا نبدا الحين نتكلم عن الاي او اس 13 كبدايه. الاي او اس 13 اول شيء الاشخاص اللي ينتظرونه انه دارك مود، اخيرا ابل نزلت دارك مود في الاي او اس 13، فنزل على الايفون نزل على الايباد. الدارك مود خلاص اشتغل وبكل الميزات، فاي شخص عنده الاي او اس 13 النظام راح ينزل في سبتمبر. متى سبتمبر؟ في شهر 9. متى شهر 9 بالهجري؟ بعد عيد الحج بشهر، بعد ما تبدا الدراسه راح ينزل نظام الاي او اس 13 لحق الكل من الايفون 6 اس ومن طالع. انت تنتظر 3 شهور ينزل عندك النظام ممتاز، ما في اي تقطيع، ما في اي شيء. فمثل ما قلت لكم اول شيء الدارك مود، اخيرا نزلت ابل الدارك مود، فالحين جهازك اذا نزل الاي او اس 13 تقدر تستخدم على الدارك مود. وبرنامج البوم الصور برضو تغير تغيير كبير، ابل رتبت الاشياء كلها، يعني مثلا بالايام تقدر تشوف الصور حقينك، بالاشهر تقدر تشوف الصور حقينك، تقدر تشوفهم بالسنوات والترتيب، مثلا الصور حقينك في المكان الفلاني وتحط لك ابل فوق مثلا فيديو لحق الترتيب حق الصور، مثلا صورت 10 صور ابل ترتبهم لك في فيديو وترتبهم تخليهم لك فوق، فحركه حلوه. برضو برنامج الصور في تعديلات كثيره، مثلا ما يحتاج تنزل برامج ثانيه عشان تعديل الصور، برنامج الصور نفسه صارت في تعديلات اكبر لحق الصور، وبرنامج الكاميرا برضو صارت في تعديلات، والبورتري التقبيش اللي صارت من الخلف صارت بميزات اكثر وبتحسينات اكثر، وبرضو حتى من الفيديو تقدر تسوي لك بورتري، واذا كنت مصور فيديو بالطول تقدر تقلبه الحين من نفس برنامج البوم الصور. فبرنامج البوم الصور في التعديلات صارت فيه ميزات كثيره، راح نستعرضها معاكم بعد ما ننزل نسخة تجريبية. برضو السكيور لو نتكلم الحين، اتوقع الكل يعرف ان اجي تفتح برنامج احيانا يقول لك برنامج سجل دخولك او انشاء حساب، يقول لك انشاء حساب او انه في خيار تحت لحق جوجل او فيسبوك، تضغط على جوجل وتحط حسابك خلاص
تسجل الدخول، او فيسبوك تضغط تحط حساب الفيسبوك وتسجل على طول وتفتح. طبعا اكثر الاشخاص يستخدمون ذي الخيارين، ليش؟ لانه اسهل واسرع، لكن ما يدرون شو اللي يصير بعدها. اللي يصير بعدها ان الشركه تعرف وصلت حق حسابك الفيسبوك، تاخذ معلوماتك من هناك، يعني خصوصيه معدومه. ابل نزلت خيار الحين راح بيكون متوفر حق المطورين، اللي هو بدل ما تسوي تسجيل دخول بالفيسبوك او بجوجل، الحين تسجيل دخول بابل، تقدر تضغط عليه وتسجل دخولك عند ابل. فخيار حلو. ابل اذا ضغطت على تسجيل دخول راح يجي لك خيار ان تقول لك ابل مثلا اوكي سجل دخول، يبون الاسم الرسمي او الاسم حقك، تضغط عليهم تعطيهم الاسم مثلا برنامج. وفي خيار ثاني بالايميل، يعني يبون ايميلكهم، تقدر ابل تعطيك ايميل هي تختار عليك ابل، تضغط عليه ويقول لك اوكي اعطهم ذا الايميل، وذا الايميل برضو محمي من ابل، فما يحتاج انك تحط ايميلك الرسمي علشان بعدين يجي لك الدعايات والاعلانات اللي تترس جوالاتنا الحين في الايميلات. بس تسجل البرنامج تشوف ايميلات كثيره تجيك من، فهذا الخيار حلو. وبعدها انتقلنا حق الهوم كيت. أبل الحين أعلنت عن الهوم كيت في الجهاز حقك في الآيفون، موجودة من زمان الهوم كيت، بس الحين أبل كبرتها لك، سوت لك حماية أكثر حق البرامج، لأن بعض البرامج الهوم كيت اللي هي حق البيت في المستقبل اللي في التكنولوجيا مثلا الكاميرات والأشياء ذي، إنك تحطها بالبيت تشوفها برنامج الهوم كيت، الحين أبل سوت لك مثل ما تقولون حماية علشان الشركات ما توصل حق صورك أو فيديوهاتك حق الشركة اللي شريت منها الكاميرا، فتكون محمية من أبل نفسها. برضو حق حتى الراوتر، الراوتر أول كان يتوصل من الراوتر للإنترنت عشان يجيك الصورة والفيديو كنت برا تشوف اللي في البيت كم حرك او شيء، الحين ابل كنسلت ذا الشيء وخلته محمي براوترات ابل معتمدة من بعض الشركات انه يكون محمي عندك، يكون خلاص سكيور او انه محمي نفس الشركه الى الاي كلاود لك انت على طول، ما تروح شركات ثانيه او ما حد يشوفه يعني. وبعدها ابل تكلمت عن الخرائط. الخرائط اتمنيت اني تشتغل دول عربيه، لان خرائط ابل ممتازه جدا هنا، انا استخدمها اكثر من خرائط جوجل، خصوصا انك شغلتها بالجوال اقدر اكمل عليها بالساعه. والحلو فيها الحين ابل قدمت ستيب ثاني، ان الحين الخرائط حقتك انك تقدر تخش في الخرائط وتقدر تمشي بنفس الجوال كانك موجود في نفس الخريطه، تشوفها بالواقع المعزز انك تكون داخل في الخريطه، وتقدر تستخدم الخريطه بالوضع هذا والوضع هذا، فحركه حلوه. برضو في الخرائط فيها انك كيف توصل حق المطاعم الاشياء العاديه، فحركه حلوه من ابل في الخرائط. وبعدها لو بتكلم عن سيري، سيري برضو غيرتها، كان الحين صارت صوتها افضل او انه واقعي اكثر، كانت اول ما واقعي في الايوس 12 فهي سوتها واقعي اكثر، ما ادري ايش معناته بس انها سوتها واقعي اكثر. برنامج الشورت اللي في الايفون الحين تقدر تسوي شورت كات لحق سيري برضو، فحركه حلوه. وبعدها لو بنتكلم عن الايربودز، الايربودز الحين في السوفتوير لايوس 13 دعمت ميزات كثيره فيها، مثلا لو جاتك رساله في الجوال وجوالك في جيبك او انك تلعب رياضه، سيري راح تقول لك وانت حاط الايربودز الرساله اللي جاتك، وتقدر تقول حق سيري شل ترد وتعيد ارسال الرساله حق شخص، مثلا شخص ارسل لك رساله تقول لك سيري شل محتوى الرساله، وتقدر ترد عليها بالصوت، ما يحتاج تفتح جوالك او شيء، حركه حلوه. برضو الحين تقدر تشارك اصدقائك الموسيقى بسيري عندك، تقرب الجوال من صديقك تشارك الموسيقى حقته ويسمعها صديقك، يعني بدل ما انك ترسل الرابط يفتحه على طول، حركة سريعة. وبرضه إذا كان عندك الهوم بود وتسمع موسيقى في البيت بتبي تطلع، ما يحتاج انك توقف الهوم بود وتبحث عن الموسيقى عندك في الجوال تشغلها، لا تقرب الجوال من الهوم بود تنتقل الموسيقى عندك في الجوال وتطلع تمشي. ما ادري الحركه ليش مسويت هذا، بس انه حلو ان مشاركه الموسيقى الحين عندك بالجوال، يعني جوالك جوال صديقك تنقل الموسيقى ويسمعها، والحركه الهوم بود انك تقرب جوالك من الهوم بود تنتقل الموسيقى، حركه حلوه حق الايربودز اللي قلنا لكم حق الرسائل. اول ما نتكلم الحين عن الايموجي الجديده حق المسجز، موجودين الايموجيز من زمان اللي تحط صور وتتكلم، شرحتها في الايوس 11 قبل سنتين، الحين حط لكم ميزات زياده، اشكال كثير تقدر الحين تسوي كاستم حق وجهك، حطوا ميزات كثيره حق القبعات، تقدر تحط شخصيتك تلبس الايربودز فيها، تقدر تغير الالوان الحين اكثر، تقدر تحط اشياء كثير على وجهك ما راح ادقق فيهم، حلق والاشياء ذي، فيعني فتحوها اكثر حق ذي الميزات. وبرضو الحين تقدر تحط مثلا شخص كلمك في الاي مسج حد من اصحابك، تقدر تشوف الايموجيز حقته في الاسم حقه في الجيم، احسن من اول انك لازم تحط انت صوره له، ويقدر يشارك الصوره حقته ويحطها. ونزلوا الحين اخيرا الايموجيز ستيكرز ابل، تقدر تستخدمهم في الكيبورد حقك، حلو انك تستخدمهم في الكيبورد، يعني ما يحتاج تستخدمهم في الاي مسج، لان اول كانك بس تستخدم الايموجيز حقينك في الاي مسج، الحين لا تقدر تستخدمهم في اي برنامج ثاني، في الواتساب في اي برنامج تسوي لك شكل وتقدر تستخدمهم، فحركه حلوه. وبرضه الحين الكيبورد حق ابل الجديد انك تقدر تستخدمه بالكتابه السريعه، انك تضغط على الكيبورد وتكتب عليه بسرعه كذا بدا ما يحتاج ترفع صبعك، نفس اللي موجود الكيبورد سوفت فحركه حلوه. برضو الريمايندرز تغير بكثير، الحين صار في وضع الليلي، في ثيمات تغير، الشكل حقه تغير، فبسطته اكثر ابل، ان شاء الله احد يستخدمه، بالنسبه لي انا ما استخدمه. وبرضو رتبت سمارت ليست، انك تكتب الليست حقتك في الريمايندرز، كيف الترتيب حقهم، كيف التشيك ليست، فحركه حلوه. ابل تبي تخلي الناس يستخدمون الريمايندرز، فكتبوا لي تحت في التعليقات اي شخص يستخدم برنامج ريمايندرز. ابل فتحت الحين الابل كارد اللي في السياره حق بعض البرامج الثيرد بارتي مثل باندا وبرنامج الاوي نسيت اسمه تقريبا حق الخرائط. وبعدها تكلمت عن بيرفورمانس الاداء الجهاز، الاداء الجهاز يقول لك ابل الحين صار اسرع
من الاي او اس 12 خصوصا في الفيس اي دي اللي تفتح الجهاز، صار اسرع تقريبا 30%، برضو اسرع في تحميل البرامج تقريبا 20%، والبرامج الحين صارت اصغر في التحميل، ما ادري كيف الداتا حق البرنامج في الاي او اس 13 اصغر، فتضغط على البرنامج يحملك بسرعه لانه برنامج حجمه صار صغير، كيف ابل سوتها ما ادري. وبرضو تفتح البرنامج صار اسرع مرتين اذا تفتح البرنامج، كيف سوتها ابل ما ادري، لان الاي او اس 11 كانت في مشاكل كبيره، في الاي او اس 12 سوتها اسرع، والحين نقول لك اسرع من الاي او اس 12 برضو اللي تفتح البرنامج. وفي بعض طبعا ميزات كثيرة أبل تقول لك ما نقدر نتكلم عنها، مثل ما تشوفون في الشاشة عندكم، نزلوا ميزات في سيري، نزلوا ميزات في أبل ستور، نزلوا ميزات في النوت، نزلوا ميزات في الإيميل، نزلوا ميزات في سفاري، في الهوم، في الهيلث، في الاي ار، في برنامج الفايلز، في الشيرينج، في الفونت. الحين أبل تقدر تغير الفونت حقك اللي هو الخط، تقدر تحمل خطوط من المتجر وتغير خط اللي في الجهاز. ومثل ما تشوفون الصفحه هنا طويله، ذي كلها حق بعض الميزات تقول لك ابل انه ما قدرنا نتكلم عنها في المؤتمر، فاللي يبي يقراها يقراها من هنا. ميزات كثيره وتنزل من اليوم لبكره، فتقريبا هذه كل الميزات حق الاي او اس 13. لو بننتقل الحين حق الايباد، بما انهم في نفس الفيديو راح نتكلم عنهم، فالايباد نزلت ابل اسم السوفت وير سميتها ايباد او اس، ونازل على اجهزه الايباد اللي موجوده كلها تقريبا، الايباد برو والايبادات اللي نزلت السنه راحت واللي قبلها، الايباد اير نزل عليه، فكل الاجهزه نزل عليهم. فكبدايه سبلت سكرين، فتح برامج صار بشكل غير، مثلا الحين لو فتحت البرنامج في الجنب مثل ما نشوف تقدر تفتح كذا برنامج في الجنب، يصير عائم تقدر تغير بينهم. وبرضه تقدر تفتح البرنامج نفسه مرتين، مثلا النوت تقدر تفتحه مرتين في نفس الشاشه، تقصه بالنص وتفتح برنامج النوت مرتين، تقدر تاخذ نوت من هنا وتحطه في نوت من هنا، وتقدر تفتح برضه سفاري في النص. مثل ما نشوف الوجز كيف سواها ابل الحين، حركه حلوه، حركة جديدة قبل ما سويتها من قبل. وهنا برنامج كيف التولز لحق الكتابة، أول كانت تحت موجودة، الحين لا في الجنب، وتقدر تلعب فيها تحطها بالجنب يمين فوق تحت كيفك. وحين برضو الآيباد تقدر تخليه شاشة ثانية لحق الماك، يعني تقدر تستخدم الماك وتنقل الصورة مثلا صفحة ثانية في الآيباد لو إنك بترسم أو شيء، وتقدر تأخذ الآيباد وتستخدم القلم، فحركة حلوة، وتشوف اللابتوب قاعد يستوي تكمل عندك، فحركة حلوة. كانت موجودة أول في برامج، لكن الحين أبل صوتها لك دعمتها، فبتكون أبل أفضل إنها بسوفتير حقها، فحركة حلوة. برضو غيرت لكم طريقة استخدام الايفون في القص واللصق، فحين لجيت تبي تقص مقال عندك عليك بس بتسوي ثلاث أصابع زي كذا وتقص الشيء، ثلاث أصابع مرة ثانية كذا تسوي لاصق لحق الشيء، وتسوي سوايب ثلاث اصابع باليسار كذا راح تسوي اعاده. اول كانت لازم تهز الايباد تسوي اعاده حق مثلا غلطت في شيء تبي تسوي اعاده، الحين بس بثلاث اصابع في الجنب ترجع تسوي اعاده، فحركه حلوه. حركه التحديد بس تضغط في الجنب تلمس لفوق تحدد، ما يحتاج انك تلمس توقف تضغط تحديد تسوي الحركه الطويله اللي كانت موجوده اول. والكيبورد الحين تقدر تقصه وتخليه على الجنب وتكتب مثلا بصبع واحد في الجنب مثل ما نشوف، افضل بكثير من اول. قص الشاشه مثل ما نشوف، اختصارات جديده حق الكيبورد، والفونتس مثل ما قلنا لكم اللي هو الخط حق الايباد حطوا خط جديد. واخيرا وافضل شيء اللي موجود الحين فايلز، برنامج الفايلز حدثت ابل وسوت ميزات جديده فيه اخيرا. اخيرا ابل الحين تقدر تشوف امتداد الملف عندك وتضغط عليه وتشوف الديتيلز حق الملف نفسه، مثلا وين موجود، متى حطيته، وقت الكتابه فيه، واخر شيء الاشياء ذي. برضو الميزه الافضل بالنسبه لي ان الحين تقدر تحط فلاش، اخيرا كنا ننتظرها من ابل من زمان، ان اي فلاش عندك الحين تقدر تحطها في الايباد ويطلع عندك برنامج الفايندرز في الجنب تضغط عليه وتشوف الصور حقينك. برضو لو عندك كاميرا تقدر تحطها في فلاش، تقدر تحط الكاميرا توصلها بالايباد، ما يحتاج تنقل الصور تنزلهم في البوم الصور تفتحهم تفتح برنامج ثاني حق تعديل، لا تفتح البرنامج على طول وتنقل الصور اللي في الكاميرا في البرنامج هذا في التعديل، افضل واسرع. وبرضو برنامج سفاري تغير صار ميزات كثيره، لان اول برنامج سفاري اللي في الايباد هو نفس اللي في الايفون، برنامج تعرض لحق جوال. فتمنين ان من زمان ان تنزل ابل تخلي برنامج سفاري كان لابتوب، فحين اخيرا ابل سوتها. سفاري الحين اللي موجود في الايباد الحين هو يعتبر كلابتوب، فما يكون الشكل والديزاين حقه كجوال، لا كلابتوب. وبرضه حطوا فيه داونلود اخيرا، الحين في برنامج سفاري تقدر تحمل اي شيء ويصير فيه عندك داونلود فوق، ملفات او شيء كلها بتشوفهم في الداونلود، تقدر تستعرضهم وتقدر تنقلهم في برامج ثانيه. فسفاري الان صار مستعرض او براوزر كمبيوتر، ما براوزر تابلت او ايفون. وبس مثل ما قلت لكم يدعم الدارك مود، يدعم ساين وود ابل، انك بدل ما انك تسوي تسجيل دخول على جوجل او سفاري تفتح برنامج جديد يعني تقدر تسوي ساين وود ابل، حركه حلوه. الهوم كنت يدعمها مثل ما تكلمنا عنها قبل، الفوتوز برضو يدعمها لحق الشكل الجديد حق برامج الصور والكاميرا، فهذه الاشياء كلها اللي نزلت في الايباد ونفسها نفس الموجوده في الايفون لكن باكثر لحق اللي قلنا لكم بالفلاش. تمنيت ان ابل تتكلم اللي هي تدعم الماوس، لكن الان ابل في المسرح ما تكلمت ولا قالت انك تدعم الماوس. يمكن تدعم الماوس، راح نشوف بعد ما ننزل البيتا ونشوف عندنا، يمكن المطورين يشوفون انك او بتدعمها الحين، يمكن تدعمها في المستقبل، لكن للاسف الحين ما دعمت الماوس. وبس تقريبا هذه الميزات كلها
والسوفتير هذا حق الايباد اللي راح يدعمه راح يدعم في الايباد اير 2، ايباد اير 1 ما راح يدعم، في الايباد ثيرد جينيريشن، في الايباد ميني 4، في الايباد ميني 5، في الايباد فيفث جينيريشن، في الايباد 6 جينيريشن، في الايباد 9.7 اللي نزل حق ستودنتس اللي راحت، في الايباد 10.5 الايباد بروه، والايباد 11 اللي هو الايباد برو، والايباد 12.9 اللي هو برضه الايباد برو الكبير. طبعا برضو برد دقيقة على الـ AR، نزلت برضو حق الشركات ان تبيهم يندمجون في الـ AR ويبدؤون، فتوقع شجعت المطورين الحين فاعلنت عن تعاون مع لعبة ماينكرافت، ما نشوف نقدر نلعب ماينكرافت بالـ AR، فتقدر انت برضو تخش في الماينكرافت داخل وتلعبها، تقدر تخلي ماينكرافت مثلا البلدة حقتك على الطاولة تلعب مع شخص ثاني من اصدقائك في نفس اللعبة. برضو نزل برنامج فايند ماي، او لو تكلمنا عن في الاشاعات القديمة، برنامج فايند ماي هو كان فايند ماي فريندز فايند ماي ايفون، دمجتهم مع بعض ابل سوتهم فايند ماين، الحين يدعم الايباد ويدعم الاي او اس، يدعم الايفون، يدعم الماك، وبرضه يدعم الاجهزه الحين حتى لو كانت اوف لاين. ان اول كان لو انك جوالك مثلا انسرق، الشخص مثلا مو متصل على الانترنت ما تقدر توصل له، لكن الحين ابل لا، حطوا حركه ان مثلا حتى لو مو متصل على الانترنت يشبك بالبلوتوث مثلا او يقرب حق اي جهاز يم قريب يحدد الموقع يرسلك، يعني في امل حتى لو نضع جهازك ومو بشبك على الانترنت تقدر تشوف تحدد موقعه. هذه حركه حلوه الحين دعمتها ابل في الماك، ودعمتها في الايباد، دعمتها في الايفون، دعمتها في جميع اجهزه ابل يعتبر. بس هذه الميزات كلها، فان شاء الله عجبكم الفيديو، تكلمت عن الاي او اس بالكامل اللي نزل حق الايفون والايباد، راح ننتقل معاكم فيديو ثاني الحين نتكلم عن ساعه ابل شو الميزات اللي نزلت فيها، فانتظرون فيديو ثاني. السلام عليكم.